أخي في الله، هل سمعت بآية تجمع مكارم الأخلاق والتعامل مع الناس؟ قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثلاث كلمات وتوجيهات تحدد مسارك يا عبد الله. تعال معي لنقف معها واحدة واحدة باختصار شديد. خذ العفو، اعفو عن الناس. يا أخي في الله، إن من أفضل ما ينبغي أن تتعامل به في حياتك مع الناس، والناس مختلفون في أخلاقهم وردود أفعالهم، أن تتعامل معهم بأن تعفو عنهم، أن تعفو عن مسيئهم، ترجو بذلك ثواب ربك تبارك وتعالى. خذ العفو دائما، اجعل منهجك مع الآخرين وخاصة من يسيء إليك بأن تتعامل معه بالعفو. ثانيا، وأمر بالعرف وهو المعروف والخير، فكن داعية إلى الخير في أقوالك وأفعالك. من يقتدي بك يقتدي بك بالخير، من يسمع كلامك يسمع كلام الخير، من يقرأ ما تكتبه يقرأ ما تكتبه من الدعوة إلى الخير. أؤمر بالمعروف، أؤمر بالعرف، ادعو إلى الله عز وجل، انشر الخير في كل مكان. ثم بعد ذلك الثالثة، وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين، وهذا يشمل أن تعرض عن كل مكان فيه سوء أو فيه زور أو فيه مخالفة وعصيان، أن تعرض عن القوم الذين يقودون الناس إلى الضلالات والانحرافات. ثم بعد ذلك أعرض عن الجاهلين الذين لهم أخلاق سيئة في تعاملهم مع الناس. انظر يا أخي كيف جمعت هذه الكلمات الثلاث أخلاق الإنسان النافعة المفيدة في حياته. خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين، تكون بإذن الله من الفائزين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.